اجي نقولك، واش عارف ان الصدمات في الطفوله يمكن لها تاثر على حياتنا في سنين؟ اليوم نكتشفوا كيفاش يمكن لنا نتغلبوا على هذه الصدمات ونبنيوا حياه افضل. صدمات الطفوله هما دوك التجارب اللي كيعانيو منهم الاطفال في المراحل ديالهم الاولى، بحال الاهمال والاساءه والتعرض للعنف، وهذا الشيء كيؤدي لزياده في مستويات القلق والتوتر وتقليل القدره على التعامل مع الضغوطات اليوميه بشكل صحيح. كما كتاثر الصدمات على علاقتنا الاجتماعيه والعائليه من خلال زيادة التوتر وتقليل القدرة على التواصل وفهم احتياجات الآخرين. وباش نتغلبوا على هذه الصدمات، أولا خصك تبدأ بالتواصل مع الآخرين وتبحث على الدعم النفسي وتستخدم التقنيات الإيجابية بحال التأمل والتفكير الإيجابي والتواصل مع الخبراء باش تحصل على المساعدة اللازمة. في الأخير غادي نقول لك، الحياة ما كتوقفش في الصعوبات ولكن تتستمر في العطاء والتحدي. بدأ نهارك في بناء حياة أفضل لنفسك، وتذكر ديما انه كاين بزاف ديال الناس اللي كيدعموا وكاين المساعده اللي غادي تعاونك. العالم بحاجه لشجاعه الاشخاص اللي كيتغلبوا على الصعوبات وكيصنعوا فارق في حياه الاخرين.